بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية أصدقاء الساعة، كم الساعة التي اخترتوها؟ السابعة. وأنتم كم الساعة التي اخترتوها؟ العاشرة. وأنتم؟ الثانية. السادسة. الثانية، العاشرة، السابعة. طيب يا أبطال، ممتاز. كل مجموعة سأعطيها قلما وأطلب منها شيئا. لا خلاص، ما لازم نكتب على الساعة، سنكتب. يخرج لي واحد منها هنا، تمام؟ اختاروا كل مجموعة تبعث لي واحد. ها، المطلوب قبل أن يخرج المطلوب كلمة منونة تنوين ضم من النشيد، كلمة مختومة بتاء مفتوحة. أحمد نسمع بس، كلمة مختومة بتاء مفتوحة، كلمة مختومة بتاء مربوطة، كلمة مبدوءة بألة قمرية. الأربعة اللي هيطلعوا يكونوا عارفين الحاجات دي. ليه؟ لو أجابة صح المجموعة ستحصل على نجمة، وإن أجابة خطأ المجموعة لن تحصل على شيء. جاهزين؟ ساعدوا بعض، كل واحد يبقى عارف هو طالع الإجابة ايه. مكانك. ها؟ هقول لك انا دلوقتي. ها؟ خلي بالك، انتوا الان كل واحد منكم يكتب من النشيد كلمة فيها تنوين ضم، كلمة مختومة بتاء مفتوحة، كلمة مختومة بتاء مربوطة، كلمة مبدوءة بألة قمرية. اكتبوها، انا هنادي عليكم بعد شوية. انتهوا الاول، كله يكتب الاول. كل ساعة تتفق مع بعض على الإجابات حتى تكون الإجابات صحيحة. تعاونوا مع بعض. اسأل زميلك. هيا يا أبطال تعاونوا. الساعة التي تنتهي تخبرني. الساعة التي تنتهي من الأربع أشياء تكون قد انتهيت. الساعة السادسة انتهيتم؟ ساعة انتهيتم؟ لا، مع بعض كل المجموعة. كل المجموعة تنتهي مع بعضها. تعاونوا معا. أيوة، كلام صحيح. هيا يا إبراهيم، هيا يا فواز. كل مجموعة ترسل لي واحد قد انتهى. لا، هم يقولوا اختاروا مع بعض. أحمد، طيب ناخد أول واحد من مجموعة الساعة. كم الساعة أنتم؟ الساعة كم؟ سبعة. واحد بس من المجموعة. الساعة 10. طيب واحد بس منكم، واحد فقط من مجموعتكم. أنتم الساعة 10. طيب خلاص، تعال يا
فهو يا ابراهيم الباقي يرجع. انتم الساعه كم؟ الساعه السابعه. طيب خليها معك الان. ارى مجموعه الساعه السابعه هل ستفوز ام لا؟ خلي معك الساعه. روضه جدتي خطا، البسمه صح، الحنان صح. عندكم 8 من 10، هذه المجموعة لم تحصل على 10 من 10. جدتي ما في كلمة، ما في كلمة. لا في في. هتعرفها دلوقتي، هتعرفها. ها هذه روضة أنفقت روضة، البسمة صح، 10 من 10. مجموعة الساعة كم؟ الساعة 10. الساعة العاشرة 10 من 10، أنفقت. أنفقت. طيب اتفضل. تعالوا مجموعة الساعة العاشرة هنا. روضة أنفقت حلوة الحنان ممتاز. الساعة كم أنتم؟ الساعة الساعة الثانية تأتي هنا. فازت مع مجموعة الساعة العاشرة. مجموعة الساعة العاشرة تقف هنا ومجموعة الساعة الثانية هنا. تعال هنا نواف، تعال تعال خزيم، تعال محمد. الآن أنتم ستحصلون على هذه النجوم وتضعوها في مجموعتكم، كل واحد هيضع نجمة في مجموعته. فازت مجموعة الساعة العاشرة ومجموعة الساعة الثانية، وما زالت مجموعة الساعة السادسة، وأما مجموعة الساعة السابعة أخذت 8 من 10 لأنها لم تعرف التاء المفتوحة. في المرات القادمة يكون أفضل إن شاء الله. شكرا يا أبطال.